كلنا بنعرف قديش بيدلل المواطن اللبناني سيارته، لكن الأزمة الخانقة غيرت حياة الناس وخلتهم يفكروا بكل قرش قبل ما يصرفوه. قطاع تصليح السيارات عم بيعاني بالآونة الأخيرة بسبب عدم قدرة المواطنين على دفع تكاليف القطع اللي بتخرب بسياراتهم ولجوء لصيانتها، ما ينعكس زيادة بالأعطال وبالتالي أعباء زيادة على جيوب الناس. وصلنا لحالة إنه ما عم نقدر بقى نغير، عم نحاول نصلح سيارة القطع، حاول نصلحها هي زيادة بدون ما نغير. للأسف شوارعنا كلها جوار ودايما في عنا أعطال، وصلنا لمرحلة إنه كل شيء غلى والخسير. كنا نغسل سيارة ب3000، اليوم ب20000. عم نحاول صرنا نغسل عيدنا بدل ما نحطها بمغسل. كمان بيجي واحد يصلح التلاجة تبعت هالسيارة، لا نقول مثلا بيصلحها واحد واثنين وثلاثة كرمال ما يغيرها، بس برضو عم يرجع ينتزع نفس العطل. وأسعار القطع قد ايه ارتفعت تقريبا؟ هلا بالأول كنا نشتري نحن لنقول شوط الموتور، هذا أبيخ الشيء. الأشوط كان بالأول حقه 20000 30000، يا أخي 20 دولار، هلا عم يصير حقه 16 دولار 17 دولار، يعني عم تحكي 170 180 رقم. بيقول لك أنا تتعطل سيارتي ولا يضلوا العائلة بلا أكل. وبذات الوقت يعني قديه في ناس عم تخرب سياراتها ما عم تصلح، يعني شغلكم قديه خافف بهيدي الفترة؟ خافف كتير. حتى في عندك عالم مثلا لنقول مجال البي أم، لأنه أنا 90% بي أم، شو عم يصير فيهم؟ عم تحمى معه السيارة، ترمت المي حق 250 دولار، وعندك صباب حرارة 50 دولار، هي 300 دولار. بيقول لك لا، بيأكل بيشرب فيهم على 3 شهور وعمر السيارة ما ترجع. حتى غيار الزيت صار بمثابة كارثة بسبب ارتفاع الأسعار من جهة واجتياح الزيوت المخشوشة للأسواق من جهة تانية. الزيت اللي عم يجي مثلا 35 45 فول سانتا تيك، عم ينحط مثلا مثل هالسيارة، هي 2014 سي 350، بيجوا على ما بيحطوا له 10 40 مكرر. شو عم يصير فيها هون؟ عم يكربش الموتير او عم يطلع صوت كرانك. شو يعني مكرر؟ مكرر يعني الزيت مثلا بيكون مشي عليه زبون 6000 7000، عم بيشتريه معامل، المعامل اللي عم تشتريه هون هني بالبديوي او ببيروت، عم يرجعوا يكرروا ويعملوا له مواد، عم يدخلوا مواد كرمال يرجع يبيعوه مره ثانيه. بوجود هلا الاحوال اللي وصلنا لها ما في شيء نضيف بهالبلد، في زيوت كتير مغشوشه، عبيت زيت قال لي شغل تركيا طلع بقلبه زيت بقلبه شحم، صراحه نزع لي السياره وهنا استرخصت لانه عم حاول اوفر على حالي. كنت غير زيت على كل 3000 متر على صحه سلامه، هو لازم غيره على 4 و5 حسب نوعيه الزيت اللي بنحطه. بس هلا صرنا عم نغير زيت على 10000 كيلو متر. ليه؟ على غلى الزيت الموجود بالبلد، اصلا كل شيء على الدولار. اقل زيت اليوم كيلو زيت ب5 دولار، زيت زر لك وسخ يعني منه نظيف. يوم ورا يوم عم تتغير حياة الناس، واللي مش قادر يهاجر عم يتأقلم مع الواقع، واللي مش قادر يتأقلم عم يبحث عن بدائل حتى يعيش ويعيش عائلته. مهدي فتاح، إبراهيم فتفت، صوت بيروت انترناشونال.